عزيزنا المشاهد، أهلا ومرحبا بك معنا في حلقة جديدة من برنامجك عبادة في بيتي. احنا فرحانين نجتمع كالعادة باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح باش نقدم لك هذه الحلقة الجديدة. وموضوعنا اليوم غادي يدور حول الرجاء. ما هو الرجاء؟ لاسيما رجاء جديد اللي غرسوا فينا الله، اللي غرسوا الله في كل من يسمع لكلامه كما جانا في الإنجيل. وكلام الله هو صادق وجدير بالثقة. كلمة الله هو المسيح في الجسد، أو الكلمة في الجسد. أنا والإخوة والأخوات نرحب بكم اليوم، ومعنا أخت كذلك سامية، أيوة، ضريفة، منير، جوهرة، يوحنا، مرحبا بكم. كل شيء بخير اليوم الحمد لله. والأخ منير يقودنا بترنيمة، والترنيمة تقول: كنت رفيقي دائما، وكلما لاح الصباح متعتني برحمتك، أعنتني، أرشدتني، نصرتني بقوتك. كنت رفيقي دائما، عوني على مر الزمان، عزيتني في محنتي، غمرت قلبي بالحنان، وكنت وسط الموج لي سفينتي إلى الأمان. أمشي طريقي واثقا، فأنت لي أقوى ضمان، فأنت لي أقوى ضمان. في رحلتي عبر السنين، واجهت هولا مستحيل، وقلت أني أنتهي، خارت قوى جسم العليل، وقلت ليس لي رجاء، أسير وحدي لا خليل. نسيت أنك الرجاء، والنور في الليل الطويل، والنور في الليل الطويل. وكلما لاح الصباح متعتني برحمتك، أعنتني، أرشدتني، نصرتني بقوتك. وإن نسيتك يسوع، ما كنت يوما نائما، ثبتت يا ربي خطاي، كنت طريقي دائما، كنت رفيقي دائما. شكرا. كنت رفيقي دائما. من هو هذا الرفيق اللطيف الحلو؟ هو اللي قال: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. هو اللي قال: أنا هو الطريق والحق والحياة. هو اللي قال: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. هو اللي قال: أنا هو باب السماء. هو اللي قال: أنا أتيت لتكون لكم حياة أفضل. هو الرب يسوع المسيح. وبالنسبة لك أخ يوحنا، شكون هو هذا الرفيق؟ هو يسوع المسيح، لكن كيف يرافقك أنت في حياتك؟ يرافق، كيفاش كيرافقني؟ يرافقني لأني عرفت أنه هو النور. هو كما قال الأخ الطريق الحق والحياة، لأن عارف بأنه يعيش فيه ويعيش معي، يعني المسيح يحيا فيه، يقودني في كل ما أعمل، وفي كل ما
أريد أن أعمل. شكرا. أنا رفيقي هو النفس، بحال النفس اللي تنتنفسوا به جوهرة. دونك المسيح هو النفس، ما نقش نتنفس إلا به. رفيقي في الحياة. أيوة دريفة، أكيد أن عندك كذلك كلمة. هذا الرفيق كيف يرافقك المسيح في حياتك؟ المسيح يرافقني. أنا عندي شهادة صغيرة، كنت في الجزائر قبل ما نجي لهنا لأوروبا، وكنت جيت تركت البلاد في وقت صعيب بزاف، وعندي الآية بيبليك في تسنية تتكلم الآية اللي تقول لا تخاف لأني معك سأسير معك اكسيتيرا نكرام بوان جو تو سيفري لا جو تابونغري باي وكل حاجة. فالآية دي هي المهمة عندي أعتقد في تثنية 31 8 أو حاجة كده مش فاكرة، لكن هذه الرفيق اللي في الدرب ديالك دوبي تاء من نهار تعرفه حتى نهار تلقى به ويجي ولا يجي يديك، هو ده الرفيق ديالي. ولكن يا أخي هو رفيقنا الأمين. نعم. وهل نحن رفقاء المسيح أمناء؟ كيف يتعامل معنا؟ ما هو بيتعامل معنا، قال في الكتاب المقدس في العهد الجديد إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا لا يقدر أن ينكر نفسه. هذا هو يسوع المسيح، هو دائما أمين، هو معنا في كل وقت، يصبر معنا لأنه يحبنا وما يفرطش فينا ولا يتركنا، كما قال ما نخليكمش، قال هذا لتلاميذه وكذلك لكل محبيه، لا أترككم يتامى. فهو معنا إلى انتهاء الزمن، حتى لما نسقط في التجربة في الشر، ولا أحد معصوم من الخطية سوى يسوع المسيح بالضبط، حتى لما نسقط أو نتعب أو نغضب نتقلق نسخط في حالة اليأس في أي شيء، المسيح باقي معنا، يصبر معنا ويرفعنا دائما دائما، لأنه هو وضع فينا رجاء جديد. الموضوع اللي غادي يتأملوا معنا الأخ منير بعد قليل، بعد هذه القراءة وربما ترنيمة أخرى، لأننا يعجبنا نسمع للأخ منير مع العود دياله، الموضوع يدور حول الرجاء، رجاء جديد وضعه المسيح في حياتنا، هو رجاءنا اللي لا يخيب أبدا. أما المزمور اللي اخترت لسماعنا نحب نقراه الآن هو المزمور 62، واسمع معنا واش يقول لإمام المغنين على يذوتون، مزمور لداود. إنما لله انتظرت نفسي، من قبله خلاصي، إنما هو صخرتي وخلاصي، ملجئي، لا أتزعزع كثيرا. إلى متى تهجمون على الإنسان؟ تهدمونه كلكم كحائط منقض، كجدار واقع، إنما يتآمرون ليدفعون عن شرفه، يرضون بالكذب، بأفواههم يباركون وبقلوبهم يلعون. إنما لله انتظرت نفسي، إنما لله انتظري يا نفسي، لأن من قبله رجائي، إنما هو صخرتي وخلاصي، ملجئي فلا أتزعزع، على الله خلاصي ومجدي، صخرة قوتي محتمية في الله، توكلوا عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا. إنما باطل بنو آدم، كذب بنو البشر، في الموازين هم إلى فوق، هم من باطل أجمعون، لا تتكلوا
على الظلم ولا تسير باطلا في الخطب في إن زاد الغنى فلا تضعوا عليه قلبا إن زاد الغنى فلا تضعوا عليه قلبا مرة واحدا تكلم الرب وهاتين الاثنتين سمعت أن العزة لله ولك يا رب الرحمة لأنك أنت تجازي الإنسان كعمله صادق القول آمين. تمر السنين وتفضل أمين يا ربي وإلهي القدير والمعين تمر السنين وتفضل أمين يا ربي وإلهي القدير والمعين إلهي عظيم الصنيع يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع بنلجأ إليك على طول بنلاقيك وظروفنا وهمومنا نرميها عليك إلهي الأمانة عظيم الصنيع يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع أمين هو الله الذي به دعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا. يسوع المسيح هو سلامنا. نعم. هو رجاؤنا. رجاؤنا. تفضل أخ منير وسمعوا يا إخوة أخوات لرجاءنا تأمل في رجاءنا الجديد في المسيح. أنا هقرأ فقرتين واحدة من رسالة بطرس الأولى الإصحاح الأول من عدد 3 بيقول فيها مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون. دي القراءة الأولى من رسالة بطرس الرسول والقراءة الثانية من مزمور 23 المزمور اللي مشهور هو معروف كتير وبيتكلم فيه النبي والملك الموسيقي المحارب داود. مزمور 23 بيقول الرب رعية فلا يعوزني شيء في مراع خضر يربضني إلى مياه الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي عصاك وعكازك هما يعزيانني ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي مسحت بالدهن رأسي كأسي ريا إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى
الأيام أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. هذا يذكرني في وعد المسيح قبل انتصاره على الموت وقيامته من القبر حي. قال لتلاميذه أنه يذهب إلى السماء. لا تضطرب قلوبكم في بيت أبي منازل كثيرة. وأنا نمشي نهيئكم نوجد لكم مكان آتي أيضا وأخذكم إلي. والآن يقول وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. بينما كان يقصد بيت الرب الهيكل في أورشليم. نعم هو كان يقصد الهيكل في أورشليم. هو كان يقصد بيت الرب اللي هو كان أمام عينيه. أمام عينيه. لكن المسكن في السماء هو روحي. نعم. هنا بيتكلم أنا مش يعني مش بوعظ لكن إحنا بنتشارك في الأفكار. والرسول بطرس بيتكلم إني مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي. في الرب يسوع قال كلام قال إن ابن الإنسان قد أتى ليطلب ويخلص ما قد هلك. ما قد هلك. كنا هالكين، كنا ضائعين، كنا تايهين، لكن الرب يسوع المسيح لما أتى أتى يطلب ويخلص ما قد هلك. وقال أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أفضل. فالرب يسوع المسيح جاي يدينا أفضل، جاي يدينا حياة. وبيقول إني أباكم السماوي سر أن يعطيكم الملكوت. في آية بتقول كده في إنجيل لوقا لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر بأن يعطيكم الملكوت. هو جاي يدينا رجاء. في كلمات في إنجيل متى في آية بتقول إنجيل متى أصحاح 12 عدد 21 آية صغيرة خالص بتيجي بعد الكلام عن الرب إن هو فتيلة مدخنة لا يطفئ وقصبة مردودة لا يقصف وحتى يخرج الحق إلى النصرة. في كلمة حلوة خالص خالص بتقول إيه؟ وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. على اسمه يكون رجاء الأمم. يعني لما يكون واحد أبوه وعده بشيء أو أمه وعداه بشيء هل هيكون خايف إنه وعده مش هيتحقق؟ ينتظر إتمام الوعد. ليه؟ لأنه يحب يشوف هذا الوعد يتحقق. هو يحب يشوف هذا الوعد يتحقق لكن ليه هو واثق إن الوعد هيتحقق؟ لأن أبوه يحبه. أيوة طبعا. تفضل تفضل. لأن أبوه وعده وبيحبه وعد وعارف أن أبوه يحبه. أيوة. شنو تحب تقولي جوهرة؟ أنا ثقة في أبوي لا يجيب لي هذه الحاجة. فهنا الرب بيتكلم بالروح القدس في بطرس الرسول بيقول ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى. لا يفنى. ولا يتدنس. ولا يضمحل. أمين. يعني الرب وعدنا بحياة. هنا هنا حياة نبدأ معاه فيها مشاكل لكن هو قال سيكون لكم في العالم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. أمين أمين. أنا معكم في رجاء ويكون على اسمه رجاء الأمم. يعني رجاء الأمم يعني الخلاص. يعني يعني كلمة رجاء هي الراحة. الكلمة اللي هقولها هي أقل بكتير. هي كلمة الأمل. كلمة الأمل دي بيقولوها العالم. نعم. بيقولها الناس. نعم. لكن إحنا مش بنقول الأمل لكن إحنا بنقول الرجاء. نعم. عندنا رجاء في إلهنا. أمين. عندنا ثقة فيه. أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى. نعم. والإيقان بأمور لا ترى. إحنا مش شايفين. إحنا في أرض الواقع مش شايفين. إبراهيم كان عنده رجاء في الله. كان عنده إيمان في الله. كان عمره 75 سنة والرب وعده قال له هدي لك ولد يا إبراهيم. بعد 25 سنة
الرب جاله. سارة شكت، سارة قالت له أبعد فنائي وسيدي قد شاخ يكون لي تنعم؟ لكن إبراهيم كان عنده إيمان قوي، كان عنده إيمان شديد. كان في واحدة تاني، المرأة الشونامية ابنها مات، ذهبت بسرعة إلى إليشع. زوجها وهي ماشية بيقول لها سلام في حاجة؟ قالت له ما تخافش أنا راجعة. دخلت على النبي إليشع بيقول لها سلام لك، قالت له سلام. سلام للولد، قالت له سلام، وهو ميت لكن هي عندها رجاء إن هو يقيم الأموات. وإحنا كمان لازم يكون عندنا رجاء إن الرب يتدخل في حياتنا. عندك ضيق، عندك ضيق، ثق إن الله هيتدخل في حياتك، بس لازم يكون عندك الرجاء. أمين أمين. لأني بدون الرجاء ما في، هنضيع، هنهبط، هنيأس. لكن الرب عايزنا ننظر إليه بالرجاء. عينينا عليه. صح. أمين. صح. شكرا شكرا. الرب يبغينا ننظر ليه ونتقدم ليه بإيمان ورجاء، لا متوكلين على التقوى ديالنا والعفة ديالنا والأعمال والتدين وما على ذلك. كل هذه الأشياء هي جيدة، ربما قد تنفع للجسد، لكن ماشي بهذا يقترب الإنسان، إنما بالإيمان اللي يمشي مع الرجاء. وانا نحب نقرا بعض، لا لا ماشي بعض، ولكن الاصحاح 13 في رساله بولس لاهل كورنثوس. نقول اهل كورنثوس يعني المؤمنين بالمسيح في مدينه كورنثوس في ذاك الزمان. رساله بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس 13 على المحبه. والإنجيل بشرنا أن الله محبة، والمسيح بشرنا أن الله محبة، وهو عرفنا الآب كذلك، الله محبة وهو أبونا. أنشودة للمحبة يقول، سمعوا معايا، سمعوا، اسمع. إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجاً يرن. علاش قال هذا القول؟ لو كنت نتكلم الألسنة ديال الناس، كاينين شي ناس يتكلموا كم من لغة؟ سمعت مرة شخص يتكلم 14 لغة، 14 لغة من بينها العربية، هو أوروبي ولا المهم، ناس تتكلم باللغات. وأنا يقول حتى نتكلم اللغة ديال الملائكة اللي البشر ما يفهمها، ولكن يقول صرت نحاسا يطن بحال جرس تتغني تتسمع نحاس يطن، تنقولوا تيطبل هما بحال ديال القناوه غير اكزاكتو. ساعات بيكون في ولد مثلا عنده ام مش جميلة، يعني شكلها مش جميل، ممكن يكون حصل لها مشكلة أو حرق في وجهها أو حصل لها شيء، لكن هي بتقدم له الأكل وهو بيأكل، هي بتحضنه وهو بيقبلها، هي بتلبسه وهي بتهتم بيه في كل التفاصيل، وهو قابل كل ده منها. ليه؟ لأنها أم تحبه، لأنها تحبه. أيوة. وهذا اللي يقول إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئا، فلست شيئا. وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. اسمعوا شنو يقول على المحبة. هو قال كل هذا الشيء باش يجيبنا للب الموضوع. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد،
المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحسد تحتد أو تحسد ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا، وأما النبوة فستبطل، والألسنة فستنتهي، والعلم فسيبطل، لأننا نعلم بعض العلم ونتبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض. لما كنت طفلا، كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أفطن، نعم، وكطفل كنت أفتكر، ولكن لما صرت رجلا أبطلت ما للطفل. فإننا ننظر الآن في مرآة، في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، ولكن حينئذ سأعرف كما عرفت. أما الآن فيثبت الإيمان، قلها الأخ بصوت عالي منير، الإيمان والرجاء والمحبة. الإيمان والرجاء والمحبة، عودها، الإيمان والرجاء والمحبة. منير، الإيمان والرجاء والمحبة. هل في المدرسة قربناها وحفظناها؟ خصنا هذه نتبعها في الحياة. هذا اللي وضع الله فينا الأعمال الجيدة، الصلوات وكل الحسنات والعلم، كل هذا شيء جيد، ما هوش باطل، لكن ماشي هذا اللي يطلب الله منا أولا. اللي يطلب الله منا هو أن نسمع له. في العهد القديم قبل المسيح، كم من مرة الله كان يكرر نفس الأمر، يا إسرائيل اسمع، حتى في الشهادة ديالهم، وهي الشهادة لنا كنا كذلك، شهادة إسرائيل هي شهادتنا، والرب يسوع المسيح أعطانا كمل هذه الشهادة. إذا كان عندنا الوقت نذكرها، إنما شهادة إسرائيل لليوم، اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. ويزيد يقول وتحب الرب من كل قلبك من كل فكرك من كل نفسك وتحب قريبك كنفسك. هذا هو المسيح لخص كل هذه الشريعة ديال موسى في هاتين الوصيتين، تحب الله وتحب قريبك، تحب الله من كل نفسك وتحب قريبك كنفسك. إذن هادو ثلاثة اللي يبقاو، الإيمان والرجاء والمحبة، لكن ما وضعش نقطة انتهاء هنا، نقطة النهاية، لا، هذه الثلاثة. ولكن أعظمهن المحبة، منير، أعظمهن المحبة، أعظمهن المحبة. الإيمان يمشي مع الرجاء، بدون إيمان ورجاء ما لا شيء، لأنه يقول لو كان عندي الإيمان حتى نقول للجبال ترمي في البحر، ولكن ما عندي محبة. ليه المحبة؟ لأن الله محبة. نعم، طبيعته، طبيعته، طبيعته محبة، طبيعته محبة، ما يقدرش يتغير، فهو يحبنا، فهو يحبك، لكن ما يحبش أعمالنا السيئة. وهو يقول لنا تعالوا إلي يا جميع المتعبين، كيف ما كان التعب ديالكم، تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا أريحكم. ربما الرب ما غاديش يلبي الطلب ديالك كما أنت تحب، لكن هو غادي يكون معاك في حياتك، هو يساعدك، هو يساعدك، هو يساعدك، يرفد معك، يتحمل معك ويحمل معك الثقل. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، أحملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا الراحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. المجد لك يا رب يسوع المسيح، أنت ابن الله الحي، أنت الله في الجسد، اللي قدمت حياتك، قدمت جسدك في الآلام والإهانة والاحتقار والشتم والضحك، ضحك الناس والتفلية ديالهم للاستهزاء، وموت في الصليب، على الصليب.
نشكرك يا رب، المجد لك لأنك دفنت ولكن قمت منتصرا على الموت. هذا هو يسوع لا غير، هذا هو يسوع، اسمه يسوع الله مخلص اللي خاصك تقبله في حياتك. والرب يباركك، إلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله، وعشنا ولتكن معك نعمة ربنا يسوع المسيح وسلامه كل يوم.